اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد والشكر أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان، اللهم كما بلغتنا إياها فاكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر ومن يقومها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين، واجعلهم لشرعك محكمين ولأوليائك ناصرين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا،
نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه العشر المباركة عشر خير وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم انصرهم على ثغورنا وحدودنا، اللهم تقبل شهداءهم وثبت أقدامهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وسدد رميهم ورأيهم وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.